كيفك مان؟ تركني كاتوني، تركني موتر كاتوني. ضل ينوح يبقى خي حق علي بوقف معك بالاذن حبيبي. لك كاتوني شو بك ما بتلقى كلمة؟ ضل تنوح. لك ما انا ما بصدق شوفك لحتى فش لك خلقي. فشو فشو خي خلصني. امبارح عليت انا وصاحبتي يا توني. تعال اخي هالقد بدها روق بدهاش هالقد عادي. لك كيف ما بدهاش هالقد؟ ولك ما بعدني لليوم موتر ليك. لا 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 روق روق طول بالك خي. هيدي شغلة عادية، كل الرجال بيعلقوا مع صاحباتهم عادي يعني ما في مشكلة. ايه روق ايه بس انا علقت انا وياها غير ليك ليك التوتير ليك قليل بس ما فهمني شو هالعلقة السبيسيال الله يخليك. خي علقنا علقة كبيرة ساعتين علقت انا وياها ساعتين. علقة ساعتين؟ عم شو سببها هالعلقة يعني؟ سبب قطعت الكهرباء. خي ما بفهم عليك ولا كلمة انت ولا كلمة. خي شو سبب مش عم بفهم شو خص الكهرباء وقطعت الكهرباء بعلقتك انت وصاحبتك؟ لا بك شيء انت توني. لك كيف شو خاص قطعت كهربا بعلقتي انا وصاحبتي؟ لو ما انقطعت كهربا كنا علقنا انا وياها ساعتين بالاسانسير. حر انا حمار معلم منيح. اختك عقد صاحبتك عقد الاسانسير عقد الشركه ركبته توني. لا تعرف وقني ما انا موتر ليك توني توني.